قلنا نحط ملح في القهوة، وطارق حطينا له ملح في القهوة، وبنقنع في طارق يشرب من القهوة. طارق مش مقنع انه يشرب قهوة. طارق مسك الكاس وعم بفكر وبيحكي: شرب طارق، عرف طعم طمه؟ ايوه. ولا دوب محل نلحق ونروح. والله يا علاء يلا ابني حالك. ايش يا علاء مسوي في طارق؟ ايش مسوي في طارق؟ انت فاهم الموضوع يا فدياء؟ فهمت الموضوع؟ حطوا له ملح في القهوه.